أسعد الله مساءكم موجز لأهم الأنباء من التناصح. عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج السبت لقاء مع عمداء بلديات نالوت وزنتان وكباو ويفرن لمتابعة احتياجات البلديات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية. وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن العمداء عبروا عن دعمهم وتأييدهم لما اتخذه السراج من مواقف تجاه العدوان الإرهابي الذي استهدف العاصمة طرابلس، وإنما وقع من اعتداء يعد انقلابا على الشرعية وعلى الاتفاق السياسي والمسار الديمقراطي. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال جلسة افتتاح منتدى الجزيرة 13 إن الإمارات انتهكت الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح وقامت بدعم المجرم حفتر. المشري خلال كلمته أكد أن الولايات المتحدة رصدت في تقارير رسمية قيام دولتي الإمارات ومصر بضربات جوية في ليبيا، وإن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراءات بخصوص ذلك. وأضاف المشري أن حفتر قام بجرائم حرب وانتهاك لجميع القوانين الإنسانية والدولية، مطالبا مجلس الدول الخليجي بدعم الاستقرار في ليبيا. قالت صحيفة واشنطن بوست إن هجوم حفتر على طرابلس قد يورق البلد الغنية بالنفط في موجة أخرى من العنف، ربما الأسوأ منذ حرب عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور القديم معمر القذافي. وأضافت الصحيفة إن حفتر تلقى الدعم من الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا وفرنسا لشن هجوم على طرابلس في وقت سابق من هذا الشهر ضد الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها هناك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة دوجريك بحسب واشنطن بوست إنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء استمرار ورود أنباء القصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان بما في ذلك القصف ليلة الخميس، وإن المدنيين يعانون في المناطق المتأثرة بالنزاعات من انقطاع التيار الكهربائي ونقص في المياه نتيجة للبنى التحتية المدمرة. قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عرضا مفصلا عن الأوضاع في ليبيا وتداعيات المترتبة عليها بمؤتمر مجموعة الأزمات الدولية. وبيّنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة له بموقع تويتر إن العرض جرى تقديمه في ختام المؤتمر السنوي لمنظمة مجموعة الأزمات الدولية في باريس الجمعة. وشدد سلامة على الحاجة إلى الالتزام الجماعي لوضع حد للصراع القائم في ليبيا. أعلن جهاز النهر الصناعي الجمعة عن إعادة التيار الكهربائي للحقل الشرقي وشحن محطات الكهرباء الفرعية بجبل الحساونة واستمرار العمل لتشغيل الأبار وإعادة ضخ المياه وبدء أعمال التعبئة. وأكد الجهاز عبر صفحته الرسمية إن من الصعب تحديد موعد وصول المياه لمدينة طرابلس بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير القانونية. وأضاف الجهاز إنه من المشاكل التي تعيق الإدارة هي صعوبة الحصول على المعلومات الفنية لتعذر وصول الكوادر الفنية لحجرة التحكم الرئيسية بموقع الجهاز بطريق وادي الربيع المغلق بسبب الاشتباكات. نهاية الموجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.